السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ أسألك عن حف الشارب نهائيا. حلق الشارب مثلى ممنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب، قال قص الشوارب. أما المنع فقد قال الإمام مالك إن حلقه مثلى يؤدب فاعله، هذا قول مالك في حلق الشارب، وتبعه عليه فريق من العلماء. قد وردت زيادة في بعض كتب السنن حلق الشارب أنها من الفطرة، ولا تثبت بهذا اللفظ في أشاذ، فالشارب يقص ولا يحلق. السلام عليكم.